طلاب حنحكي عن البولي الفابيتيك سايفر، التشفير متعدد الأبجدية. إحدى طرق تحسين الموني الفابيتيك سايفر اللي هو التشفير أحادي الأبجدية هو باستخدام عدة موني الفابيتيك سبستيشن، يعني أكثر من تعويض أحادي الأبجدية. زين، طبعا التقنية الأكثر استخداما والأكثر انتشارا هي الفيجينير سايفر. الفيجينير سايفر بهاي التقنية أكو مجموعة من قواعد الموني ألفابتيك سبتيشن تتألف من 26 سيزر سايفر، يعني اللي هي نفس اللي كانت بالسيزر سايفر، نفس التقنية انه الاحرف تبدي من 0 الى 25 اللي هي من اي الى زد. لكل حرف بالبلين تكست اكو كي لتر، لكل حرف اكو كي لتر. اوكي، يعني ممكن هسه مثل ما نشوف، يعني مثلا لو جتي الاي اول مره وجتي فانطيها الكي، لنفرض الكي اعطيها حرف الاي، ولو تكررت بمكان ثاني ممكن انه الكي مالتها مو حرف الاي، غير حرف، ممكن يكون اس، ممكن تي، حسب الكي المفتاح شلون حيصير ترتيبه مع البلين تكست. طبعا بالمثال هذا الحكي حيبين اكو مصفوفه هي تستخدم لتشفير بالفيجينير. هاي المصفوفة، طبعا هاي المصفوفة مكونة من الكي المرتبة بشكل هوريزنتالي، وأيضا مكونة من البلين تكست بشكل عمودي. عندنا هنا البلين تكست تبدي من أي إلى الزد، وعندنا هنا الكي أيضا تبدي من أي إلى زد، بس الفقرة اللي بيها هي شنو؟ هي انه هنا تبدي من الاي، هنا تبدي من البي، وتنتهي هنا بالزد وترجع الاي، تبدي من السي وهنا الزد اي بي، هكذا هنا تبدي من الدي اي اف وهكذا. زين، خلينا ناخذ مثال. لو نيجي نشفر مسج، زين الكي اله هو ديسبتيف، زين والبلين تكست هو هذا المسج we are discovered save yourself. زين، حنيجي نرتب البلين تكست حروفه وايضا مقابله الكي اللي عندنا. زين، الكي هو هنا دي اي سي اي بي تي اي بي مثل ما ظهر بالضبط، وارجع اعيده، طاعوا هنا رجعت عدته وهنا رجعت عدته لحد ما تخلص البلين تكست. تمام، هسه صار لكل حرف البلين تكست لتر كي، يعني حرف يكون هو الكي، هو المفتاح. اوكي، طبعا هنا لنفرض هنا الاي بالبلين تكست الكي مالتها هو الاي، جت تكررت هنا الاي مارتلو، ما صار الاي هو نفسه هو الكي مالتها، لا اتغير حسب ترتيب الكي وين وصل، يعني شيء عشوائي ما اقدر اتوقعه. زين، يعني تكرار الاحرف اللي اخذناها بالمحاضرة السابقة حتى نقدر نعرف انه نعتمد على الفريكوانسي مالت الاحرف اللغة، مثلا انه حرف ال اتوقع عشان التي او اي حرف، ممكن اتوقع تي اللي هو أكثر تكراراً وبعد غيره وبعد الإي أو الإي هو الأكثر. المهم نعتمد نشوف بالسايفر تكست يا هو الحرف اللي أكثر تكراراً معناته يقابل الحرف اللي باللغة بالبلين تكست هو الأكثر تكراراً. هاي الشغلة ما تفيدنا، لأنه مثلاً لنفرض الإي هو الأكثر تكراراً، من شفرته طلع إي، بس مو دائماً هو يطلع إي، مرات يطلع بي، أوكي، مرات هنا يطلع سي. تمام،
زين زين، شلون حنشفر هذا البلين تكست مقابل هذا الكي؟ طبعا هنا أنا شوية أوضح الخوارزمية اللي أقصد المصفوفة أكبر. فشنو هسه مثلا عندنا الكي هو دي، حرف الدي، والبلين تكست هو الدبليو. خلينا نجي نعرف نشوف الكي هو الدي، تمام، وبالبلين تكست عندنا شنو؟ عندنا دبليو. اروح ادور على الدبليو بنفس هذا الصف. انا وصلت هذا الدبليو، تمام، هذا الدبليو تقاطع صف مع عمود. فالدبليو حشفرها الى حرف الزد. شوفوا هنا الدبليو ايش صارت؟ صارت حرف الزد. زين، لو نجي على اي و اي، خلينا نجي نشوف اي و اي، اي بالكي و اي بالبلين تكست، هي نفس هاي المصفوفة اللي مقابلكم بس هنا اكبر. زين، تقاطع بالكي اي عندنا وبالبلين تكست اي ايضا. تقاطع الاي مع الاي هو حرف الاي. خلينا نجي نشوف حرف الاي، تمام. اذا اني اشفر هاي هذا الاي الى حرف الاي. زين، بالكي عندنا اي وبالبلين تكست عندنا ار. خلينا نجي نشوف بالمصفوفة تقاطع الاي مع الار، اي مع الار. زين، عندنا هنا الاي ونبحث عن حرف الار. حرف الار تقاطع الاي مع الار هو الفي، هو الفي، تمام، وهكذا. زين، هاي الخوارزمية اكيد قوية، خوارزمية قوية. ليش؟ لأنه ما نقدر نعتمد على الفريكوانسي اوف كاركتر بفك الشفرة، وأيضا أكيد إلها نقاط ضعف. طبعا ممكن إنه أني أقدر من خلالها أفتح شفرة السايبر تكست.